إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. صدق الله العلي العظيم. يبدو أن المدعو عادل الدخيلي المحافظ المستقيل قد استمر دماء الشهداء الذين كان شريكا في إراقة دماءهم في مجزرة الخميس الأسود يوم 28/11. لذلك لم يتعظ من بياننا السابق حينما نصحناه نصيحة المشفق عليه بالرغم مما فعله بأخوتنا الشهداء، وها هو قد عاد ليمارس القتل مرة أخرى وكأنه نادم لأنه لم يقضي على الحراك الجماهيري، فعاد ليكمل ما أمره به أسياده الذين هم جزء من خراب البلاد والعباد. وبناء عليه لذلك نمهل عادل الدخيلي 12 ساعة لمغادرة المحافظة، وكذلك نمهل أباذر الجبان لحين إعلان مرشح الساحة، وقد أعذر من أنذر، والله قاسم الجبارين وناصر الثائرين. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. عاش العراق وعاشت الناصرية الأبية، والسلام عليكم.